مؤتمر نقابة المحامين السنة دي المقام بالغردقة لعام 2019 من أفضل المؤتمرات اللي اتعملت على ممر التاريخ، لأنه في إقبال ومشاركة جماعية غير مسبوقة العدد من قبل المحامين على مستوى الجمهورية. وبالنسبة لتنظيم المؤتمر والفوائد اللي عادت على المحامين المؤتمر، فوائد عديدة جدا 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 جدا، وفيه مشاركة من المحامين وفيه إقبال وفيه مدى توعية للشباب المحامين بصفة عامة بالنسبة لتنقية الجداول وبالنسبة للجنة الخاصة بحقوق المحامين وواجباتهم نحو الشرطة ونحو القضاء، وشرحوا للمحامين كيفية التعامل مع القضاء ومع الشرطة. وفي مزايا كتير عادت على المحامين من المؤتمر في السنة دي باختلاف أي سنة سابقة في الأعوام السابقة. أنا بوجه للنقيب العام شكر باسمي وباسم جميع المحامين على ما بذلهم المجهود من خلال المؤتمر المقام بمدينة الغردقة العام 2019، لأنه المجهود كان مشرف وحاجة تليق بنقابة المحامين وحاجة تليق بالمحامين جميعا والمحاميات جميعا وحاجة تليق بمحامين مصر. ونقيب محامي مصر بنقدم له الشكر جميعا، محامي محامي محامية محامية على ما بذلهم المجهود في خلال هذا المؤتمر.